وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد السيد، خبير العلاقات الدولية. يعني بعد التحية، خلال لقاء الرئيس السيسي بوزير الخارجية الفرنسي، تم استعراض الجهود المصرية المكثفة مع مختلف الشركاء، وذلك لوقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية. كيف ترى الدور المحوري لمصر للوصول لحل للقضية الفلسطينية وإنهاء الصراع؟ تحياتي لك أولا ولكل مشاهديك الكرام. في الواقع أن اختيار وزير الخارجية الفرنسي القاهرة لتكون بداية محطاته الشرق أوسطية بيعكس دلالات ومحورية الدور المصري الذي يسير على المسارات الثلاثة: المسار الإنساني والمسار السياسي والمسار الأمني. وأعتقد أن هذه الزيارة بتحمل أيضا مغزى مهم ودلالة كبيرة، لأن فرنسا حقيقة بدأت تتحول موقفها في الأسابيع الأخيرة باتجاه التقارب مع الموقف المصري المتعلق بضرورة العمل على وقف دائم لإطلاق النار ووقف هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، أيضا مع الجانب الإنساني وهذا المسار وأهمية ومحورية وكالة الأمم المتحدة الأونروا في رئاسة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في ظل التحديات الكبيرة، أيضا العمل على إنفاذ قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2720 الذي ينص على إدخال المساعدات بدون أي عوائق. وهنا باعتقادي أيضا على المسار السياسي هناك توافق أيضا فرنسي مع الرؤية المصرية، وهو العمل على حل الدولتين ورفض التهجير القسري من جانب إسرائيل وقوات الاحتلال الإسرائيلية. وبالتالي هذه الزيارة تمثل أهمية كبيرة، لأن القاهرة حقيقة بتسير على أكثر من مسار وأكثر من اتجاه، إلى جانب الدعم المباشر والجانب الفلسطيني على كل المسارات الثلاثة، أيضا هناك دور مصر في حاجة الدعم الدولي، خاصة القوى المؤثرة والفاعلة. وفرنسا دولة مهمة يعادوا في مجلس الأمن الدولي، ده أيضا تأثير في الاتحاد الأوروبي. وبالتالي هذه الزيارة بتعكس أهمية وبتعكس وتبرز جهود مصر المتواصلة مع الشركاء، ورأينا كيف بالفعل ليه الحد من هذا الصراع في المنطقة. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور أحمد السيد، أحمد خبير العلاقات الدولية.